بحنور لي زامي صافا لاباس عليكم جيسبر كيف vous allez bien مرحبا بكم فيديو جديد على القناه قولوا لي كيف دايرين مع هذا البرد هذا فريمون كاين واحد البرد انكرويابل عرفتوا صراحه الوليدات باز ليهم انا راه كنخرج كيف كنقول لكم في الظلام فريمون الليل يعني سبتي كي نجي بقى يقول لي راه فقنا في الليل ما عندنا ما نديرو سورتو هذا فان سيمين كتكون صعيبه الفياق فيها رحنا وكيجينا صعيب مي الحمد لله على كل حال اوني اوبليجي دونك نهار جديد كيف ما غادي تشوفوا اليوم انا معروضه المهم كيف غنبان لكم اليوم عندي صباح شارجي معروضه مع الجوج رغم معروضه للسبوع ديال وفاء دونك وفاء الكرامي بوغ الناس راه كنظن كلشي تعرفها دونك دايره اليوم السبوع وعرضاتني دونك غادي نمشي وغادي نشارك معكم التحضيرات غنشارك معكم كلشي دونك غادي ندير لوك بيان سور نشارك معكم التيشيرطه ديالي كلشي ودوزوا معايا وقيته زوينه هاد النهار دونك داكشي علاش ما قررت انني نصور لكم باسكو غادي يكون ما نصور داكشي علاش قررت انني نشارك معكم هاد لا جورني دونك غتبداو معايا من التحضيرات كنقول لكم بقاو معايا اتوتالير. هلو بك لي في بون رجعت لكم مشيت للصالون صوبت شعري صوبت حجباني دابا بقى ليا غير مشيت التكشيطه ديالي ديدودان غنجيب التكشيطه ديالي ونمشي لبيكا بيوتي اكاديمي هما اللي كندير عندهم لي لوك دائما راكم عارفين اش غنقول لكم من احسن ماشي من احسن صراحه ما عمر شي واحد ما دار ليا ميكاب بحال اللي كندير عندهم وبشهاده كلشي نتوما تعجبوكم بلا ما ندويو على لو لوك ديال العروسه اللي كانوا داروا ليا باسكو فريمون كلشي حماق علي دونك غادي نمشي عندهم ندير ان لوك وغنشارك معكم كلشي دونك مهم سي توند باش ما نطولش عليكم بالهضره ان شاء الله اون فوا لبست عاد باش نرجع لكم. دونك لو لوك جات زوين كيف قلت لكم لو روج عمرنا ما درنا شي حاجه هكا شارجي بلو روج دونك صراحه انا جي ادوري لو لوك تنحط لكم دي فوتو في انستغرام ولا دي ستوري سيرو شوفوهم اي فوالا دابا غادي نمشي القفطان قبيله مشيت لقيتو باقي ما واجدتش كاين في بريسينغ دونك غادي نمشي نجيب القفطان ونلبس ديجا راه معطله وهانتوما معايا دونك كنقول لكم اتوتالير. قولي في بون انا يلاه رجعت ليكم لبست كيف غادي تشوفوا ميك اب دان دونك وعاد وعقلت كاع وصورت لكم لما انا وصلت لاصال لاصال كاينه في مديونه المهم اول مره غنوصل شي ديستيناسيون بلا ما نتوضر اول مره صراحه ما عنديش مع الطرقان ديما موضره مي الحمد لله جابتني جوجل مابس نيشان لون بلاسمون دونك لاصال قريبه غير هنا قالوا لي يعني قربت ليها دونك فوالا
ليكم وبقيت صوت لكم حتى شي حاجه تو سامبلومون باسكو ما بقيتش انا تعشيت دونك رابيدمون خرج باسكو الطريق بعيده دونك لا سال كاينه في مديونه وجيت اوبليجي انني نرجع راكم عارفين غادي نتعطل دونك غادي نبقى تما حتى لجوج ولا ثلاثه نتسنى شكون تبع دونك 8 ونص صافي خرجت وجيت هزيت يانيس وجيت للدار ما سخيتش صراحه داكشي كان زوين زعما فريمون داكشي داز زوين كنقول وفاء من هنا تبارك الله عليك والله يكمل لك بخير وان شاء الله فارس يتربى في عزكم سمات ولدها فارس بحال سميت فارس خويا دونك فوالا صراحه انا دابا اللي الحاجه الوحيده اللي رافده لها الهم هاد لولوك هذا اللي بقى فيا غادي نحيدو مالوغوزمون كلشي عجبو لولوك وكلشي عجباتو التكشيطه المهم التكشيطه ماشي ديالي كنت كريتها سينون لولوك من عند بيكا بيوتي اكاديمي كلشي كلشي حماق على لولوك لولوك في انستغرام سينون كيف قلت لكم صورت لكم غير اللبسه الاولى ديال وفاء مي سينون بغيتو تشوفوا اللبسات الاخرين سيروا عندها وسيروا تفرجوا في البنات اللي كانوا راهما صوروا كلشي انا غير اللبسه الاولى وخرجت باسكو كان كيصحابني داكشي غيكون بكري مشيت مع ديك ثلاثه دونك كنت عواله 6 7 غادي نخرج مي داكشي تعطل دونك فوالا هادشي اللي كاين دونك اول حاجه غنحيدو هاد الشفيرات هادو عرفتي شنو الراحه النفسيه فاش كتحيدو لي سيل و خفيت خفيت دونك فوالا غادي نحيد هاد اللوك غادي نديماكي وجهي بهاد لومي سيلير ديال كارنيي سينو غادي نغسلو بهذا سيغافي بهذا بوغ لابو لابو كيطلع لي دونك هذا ديال لابو سيش وغادي ندير لا كريم ايدراتانت ديال فيشي باش لابو ديالي شوفوا هاد الايام وليت متبعه هاد لا روتين اللي بارطاجيت معكم فريمون لابو ديالي ولات رطبه وصافيه و سان امبيرفيكسيون صراحه جو سوي تري ساتيسفيت المهم عرفتوا هاد لا كريم هاد فيشي فريمون ان كود كوغ راه هضرت عليها في انستغرام اليوم 4 ايام ولا 5 ايام باش كنستعملها اي فريمون لو ريزولطا ديالها زوين بزاف دونك البنات اللي عندهم انا كانت نشفت لي هاد لا زون تي كامله ولا وجهي كيتقشر ليا حتى من هنا منين بديتها لو ا بارتير دو بروميي جور ولا عندي ريزولطا زوين دونك فوالا ما تخيتش بالماكياج ولكن حتى وجهي هكا توحشتو باسكو فريمون ماكياج كيتقل كتبغي تخفف وتنعسو خفاف سينو لو لوك راه ما تخيتش بيه ما كرهتش نبقى نصور 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 دونك فوالا غادي نحبس معكم لا فيديو هنايا جيسبر تكون عجباتكم جيسبر تكون الاجواء ديال الاسبوع اليوم عجبوكم والتحضيرات كنعطيكم رونديفو فيديو ماجي ان شاء الله كنقول لكم تصبحوا على خير السلام عليكم باي.